فضيلة الشيخ، الأخت تقول توفي ولدي عمره 17 سنة بالمرض الخطير ولم يحج، وأنا أمه، ليس لدي أيضا أقارب، كيف أحج عنه؟ إذا أردت أن تحجي عنه فإن تمكنت من الحج عنه بنفسك بأن يكون معك محرم وتذهبين تحجين عنه، وإذا لم تستطيعي وكلي من يحج عنه، تدفعين له تكاليف الحج. نعم، الحمد لله.